عمليات التوعية متواصلة ليل نهار، تواجد قوات الشرطة متواصل ليل نهار من أجل تذكير المواطنين بمختلف الإجراءات. اليوم هذا العمل قمنا به على مستوى العديد من النقاط على غرار ساحة كوتاما وكذلك الواجهة البحرية بومارشي من أجل توعية المواطنين بمختلف الإجراءات، خاصة التباعد الاجتماعي واستعمال المطهرات والمعقمات، وكذلك التركيز على الارتداء المتواصل للكمامات، بحيث قمنا بتوزيع 2000 كمامة على المواطنين من مختلف الفئات، وهذا لتحفيزهم على ارتداء هذه المستلزمات الوقائية، وكذلك لتذكيرهم بالأهمية البالغة لها في حمايتهم من انتشار جائحة كورونا.